هنروح معاكم لخبر تاني، ويمكن المرة دي هكون معاكم من أيضا المتعلق بالأمس. أيضا كان في أيضا مؤتمر الدولي السنوي الرابع لجراحة المخ والأعصاب تحت رعاية الفريق أول صدقي صبحي. المؤتمر ده أيضا شهد يعني حضور دولي كبير، وخلينا نقول كمان أنه كان في مشاركة كبيرة من عدد من الجمعيات والمراكز البحثية والعربية والأوروبية، وهيستمر لغاية 28 يوليو الجالي. المؤتمر ده أهميته طبعا هيعود في الآخر بشكل أو بآخر على المواطنين، لأنه هيكون في جلسات وأبحاث وورش عمل هيشارك فيها المتخصصين، وسواء في أيضا جراحات المخ والأعصاب أو ما يتعلق أيضا بأشكال أكثر تفصيلية، يعني جراحات قاعدة الجمجمة، جراحات الدقيقة للعمود الفقري، أحدث طرق جراحات المخ والأعصاب للأطفال، وكمان علاج التشوهات والعيوب الخلقية. طبعا كل ده هيكون أيضا في النهاية يعني برضو لتطوير فكرة البحث العلمي، فهيعود علينا بشكل إن شاء الله أو بآخر.